قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك وضع برنامج بدني جديد لأيمن حفني صانع ألعاب القلعة البيضاء، والذي شارك في جزء من التدريبات الجماعية خلال الساعات الماضية بعد غياب طويل بداعي الإصابة. ووجد الجهاز الطبي بالزمالك حاجة أيمن حفني لتقوية العضلات في الفترة المقبلة، ما يتطلب خضوعه لبرنامج بدني مكثف ليعود بعدها للملاعب بعد تأكد من جاهزيته بنسبة 100%.